من جهته حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي ربما آخر فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر. وحث بلينكن الذي يزور المنطقة للمرة التاسعة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إسرائيل وحركة حماس على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في غزة عن المسار. وللوقوف أكثر على زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الدكتور أشرف عبد العزيز. دكتور أشرف، بعد التحية، زيارة هي التاسعة أو العاشرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، فماذا تحمل هذه الزيارة للمنطقة ككل؟ بالتأكيد يعني هذه الزيارة في هذا التوقيت من الزيارات المهمة جدا لوزير الخارجية الأمريكي. سيادتك أشرت منذ قليل إلى تصريح بلينكن. هذا التصريح يحمل رسالة مهمة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه الوقت قد حان لإنجاز هذا الاتفاق أو هذه الصفقة التي أعلنها بايدن في 31 من مايو الماضي. بالتأكيد نحن أمام زيارة يعني تعتبر من الزيارات المهمة والتي تبني على ما استقرئ خلال مفاوضات الدوحة. بالتأكيد هناك جوانب إيجابية ستبني عليها الإدارة الأمريكية، خاصة وأنه إذا تمت صفقة لن تكون صفقة فقط فيما بين إسرائيل وحماس، وإنما ستكون صفقة لدول إقليمية أو دول كانت يعني تؤشر الأوضاع الأخيرة إلى حرب إقليمية. لكن بالتأكيد واضح أن الإدارة الأمريكية يعني تدير هذا الملف باهتمام كبير حتى لا تصل المنطقة إلى حرب لا يحمد عقباها. بالتأكيد ستؤثر على دول المنطقة، وستؤثر أيضا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وستؤثر أيضا على علاقات أصدقاء أمريكا في المنطقة. وهذا هو السبب الذي دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى التحرك حتى تستثمر هذه الهدنة في المراحل الأخيرة من الانتخابات الأمريكية. لكن نعم دكتور، مراقبون يشيرون إلى أن بلينكن سيحاول في إسرائيل سد الفجوات قبل مفاوضات القاهرة. السؤال، ما هي الفرص المتاحة حتى الآن أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؟ يعني يمكن هو التحرك الآن هو لوقف إطلاق النار وصفقة الرهائن والأسرى الفلسطينيين. هذا إذا تم، باقي النقاط الخلاف العالقة ستحل من جانب الأطراف الراعية لهذا الاتفاق. لكن دعينا نقف عند نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الخلاف في تمسك نتنياهو بالتواجد العسكري على الحدود، حدود غزة هنا أو هناك، خاصة يعني معبر فيلادلفيا وأيضا معبر ممر فيلادلفيا ومعبر رفح. لكن بالتأكيد هذا سيخالف الاتفاق الموقع عام 2005 والملحق الخاص بممر فيلادلفيا، وهو اتفاق موقع ما بين يعني دول وليس فصيل فلسطيني. السلطة الوطنية الفلسطينية هي المخولة من الجانب الفلسطيني في الإشراف على معبر رفح، وبالتأكيد أيضا مصر من الجانب المصري بالتواجد الأوروبي. هذا ما نص عليه اتفاق عام 2005 عندما أخلت إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية في غزة. بالتأكيد يعني هذه نقطة مهمة جدا لا يدركها الجميع، أنه لن تكون هناك اتفاقات جديدة أو الالتفاف على الاتفاقات القديمة التي توجد لدى الأمم المتحدة وأيضا موجودة برعاية دولية. دعينا ننتظر ما ستسفر عنه جولة بلينكن وأيضا زيارته للقاهرة، خاصة وأنه يعني القاهرة متمسكة بموقفها الواضح، وأنه يجب أن يكون اتفاق عام 2005 هو الأساس في أي صفقة تتعلق بموضوع الحدود فيما بين مصر وغزة. أما فيما بين الحدود فيما بين إسرائيل وغزة فهذه ستأخذ مراحل إن كانت تواجد بعض القوات الإسرائيلية. لكن لن يقبل الفلسطينيون بأن يكون هناك شرطيا سواء كان عربيا أو غير عربي يدخل لحماية أو يقف على حدود غزة أو داخل غزة لحماية أمن دولة إسرائيل. نعم. الفلسطينيون هم المخولون بهذا بأنفسهم، حماية حدودهم وأيضا حماية
عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر. دكتور، نحن نعرج على رغبة حماس في تنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي ذو الثلاث مراحل، لكن برأيك هل ستستطيع أمريكا اليوم إجبار إسرائيل على تنفيذه؟ بالتأكيد، يعني تصريحات بلينكن في إسرائيل اليوم بالتأكيد تؤشر إلى أن هناك ضغط، وإن كانت هناك بعض المراوغات التي اعتدناها من نتنياهو. نتنياهو يعني يحاول بقدر الإمكان إيصال صورة إلى الداخل الإسرائيلي أنه قد حقق نصرا واهما بأن الجميع سيوافق على هذا، لكن دعينا ننتظر ما ستشفر عنه جولة بلينكين سواء في إسرائيل أو في القاهرة. هذه الجولة مهمة جدا، ستكشف الكثير من الأوراق التي كانت وراء الكواليس، وستكشف جدية الإدارة الأمريكية الحالية في إجبار إسرائيل ليس فقط على وقف الحرب وأيضا حل صفقة الرهائن والأسرى الفلسطينيين، وإنما أيضا تجنيب المنطقة من يعني خطر اندلاع حرب إقليمية. والتأكيد هناك اتصالات فيما بين الإدارة الأمريكية وإيران تحديدا حتى تهيئ الأجواء لإنجاح هذه المفاوضات بشأن وقف الحرب على غزة. دعينا ننتظر، وبالتأكيد الجوانب الإيجابية هذه بالتأكيد سيبنى عليها في المرحلة القادمة، وسنرى تحركا جادا من جانب الأطراف حتى حماس السنوار، رغم ما أعلن من أن السنوار الذي عرف بأنه لا يقدم أي تنازلات بالتأكيد هو سيدخل هذه الصفقة حتى تحسب له أنه يعني حافظ على ما تبقى من مقدرات الشعب الفلسطيني، وحافظ أيضا على دماء الشعب الفلسطيني التي تهدر يوميا. التقرير الذي أشرتموه منذ قليل، تقرير يبين الحالة المدرية التي وصل إليها الوضع في غزة أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع، يعني وضع إنساني يعني لم تشهده مناطق في الكرة الأرضية من قبل، وأيضا يعني أكثر من 40,000 شهيد، الوضع لا يحتمل كثيرا. بالتأكيد الجميع مسؤول عن ما حدث لغزة سواء في الداخل الغزاوي أو حتى الإرهابي الذي استخدم أبشع أنواع الأسلحة والمحرمة دوليا ضد شعب أعزل. نعم، وخلال حالة الترقب هذه دكتور أشرف، القاهرة غدا ستكون محطة بلينكين الثانية بعد إسرائيل، باعتقادك ما الذي سيحمله بلينكين خلالها، وما الذي يمكن أن تقدمه لوقف إطلاق النار في غزة؟ نعم، بلينكين هو يحمل ربما مطالب إسرائيلية فيما يتعلق بمراقبة الوضع في ممر فيلادلفيا وعلى معبر رفح، وخاصة وأنه حاولوا يعني الإساءة إلى الموقف المصري، لكن بالتأكيد موقف مصر واضح. مصر لم يعني تسمح بدخول أي أسلحة للقطاع، وإنما كانت دائما تفتح المعبر لدخول الغذاء والحالات الإنسانية التي خاصة في غزة. مصر ملتزمة باتفاق المعابر 2005، وأعلنت مرارا وتكرارا أن هذا الاتفاق بين مصر والسلطة الفلسطينية وأيضا برعاية الاتحاد الأوروبي، وهو موجود لدى الأمم المتحدة ولن تخرج عن هذا، ولن يكون هناك اتفاقات حدود دول فيما بين دولة وفصيل هذا أو ذاك. الذي يمثل الشعب الفلسطيني هي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولعل أبو مازن أدرك هذا و أعلن عن أنه سيقوم بزيارة للقطاع أو سيذهب إلى القطاع، ربما وإن كانت متأخرة إلا أنه يدرك تماما أن أي اتفاقات يجب أن تكون مع السلطة الفلسطينية وليست مع فصيلة يمثل كامل الشعب الفلسطيني، وهذا ما تتمسك به مصر، الحدود بين دول وليست بين فصيل، خاصة وأن يعني كثير من الدول تعتبر حماس منظمة إرهابية، وهذا سيكون عقبة إذا تمت اتفاقات مع حماس منفردة أو اختزال أسرع الإسرائيلي الفلسطيني فيما بين إسرائيل وحماس، وهي التفاف على الثوابت والمقدرات الفلسطينية. هذا ما يرفضه العرب جميعا، ويجب أن نكون حريصين حتى لا نقع في فخ مراوغات نتنياهو. نعم، من القاهرة المحلل السياسي الدكتور أشرف عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.